هذا وقد صدر بيان ختامي مشترك لزيارة دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية إلى مملكة البحرين. أشار البيان إلى أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، قام دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين بتاريخ 16 من ديسمبر 2019، يرافقه وفد رفيع المستوى. وقد استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة دولة عمران خان رئيس وزراء باكستان في قصر الصخير، وقد منح صاحب الجلالة رئيس الوزراء وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديرا لقيادته المتميزة وإنجازاته البارزة ومساهماته في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأعرب صاحب الجلالة الملك المفدى عن تقديره لدور الجالية الباكستانية ومساهماتها في مسيرة التقدم والتنمية في مملكة البحرين. وعبر دولة الرئيس عن تقديره لمملكة البحرين لاستضافتها عددا كبيرا من المواطنين الباكستانيين، معربا عن أمله في مواصلة البحرين في توظيف المزيد من الباكستانيين في مختلف قطاعات الاقتصاد. وأجرى دولة عمران خان رئيس وزراء باكستان مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية. وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد مادبة غداء رسمية على شرف رئيس الوزراء. وخلال الزيارة تم التوقيع على مذكرات التفاهم التالية: مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الصحي والعلوم الطبية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في شؤون الشباب والرياضة. وفي إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين جرت مباحثات موسعة بناءة بين الجانبين في جو من المودة والإخوة الصادقة، تطرقت للعديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على مواصلة توسيع المشاركة الثنائية في مختلف المجالات ذات المنفعة المشتركة للجانبين، وأكدا على أهمية مواصلة هذا النهج بما يسهم في زيادة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة والطاقة والتعليم والزراعة والثقافة والسياحة والتواصل بين الشعبين. ورحب الجانبان بالزيارات الثنائية رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين في السنوات الأخيرة، حيث رحب الجانبان بالنتائج الإيجابية لزيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين إلى جمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس 2014، مما أرسى أساسا قويا لبناء شراكة أوثق بين البلدين، واتفقا على متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة. وأعرب رئيس وزراء باكستان عن خالص تقديره للشعب الباكستاني للمبادرة السامية لإنشاء جامعة الملك حمد للتمريض والعلوم الطبية المصاحبة في باكستان، ووافقا على تشغيل الجامعة. أكد الجانبان على أهمية مواصلة المشاورات المنتظمة من خلال الآليات المؤسسية القائمة، واتفقا على عقد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة البحرينية الباكستانية في المنامة في الربع الأول من عام 2020. رحب الجانبان بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية للتعاون العسكري، وقررا زيادة تبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات، وندد الجانبان بالإرهاب في كافة أشكاله ومظاهره، وأكدا من جديد الرغبة في تعزيز التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة المخدرات، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني. أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وأقرا بإمكانية زيادة التبادلات التجارية، واتفقا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لدفع التجارة الثنائية بين البلدين. في ضوء الدور المهم الذي يلعبه المستثمرون، اتفق الجانبان على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين من كلا البلدين من خلال تبادل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة بطريقة منتظمة وسريعة
فيما بينهما، وإدراكا منهما لفرص النمو الاقتصادية الكبيرة، شجع الجانب الباكستاني المستثمرين البحرينيين على استغلال البيئة الإيجابية للاستثمار في باكستان وبحث إمكانية الاستثمار في المجالات التي تتمتع بعوائد كبيرة بما في ذلك البنية التحتية. كما أقر الجانب الباكستاني بأهمية البحرين باعتبارها البوابة المثالية إلى الأسواق الخليجية. تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا وجنوب آسيا، وأكد الجانبان مجددا على أهمية اتباع نهج الحل السلمي لجميع النزاعات في ضوء الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإدراكا لحجم الإمكانات التجارية الكبيرة بين باكستان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعادت البحرين تأكيد دعمها والتزامهما بمواصلة تعزيز التعاون من خلال إعداد خطة عمل مشتركة للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان، والانتهاء من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين باكستان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي ختام الزيارة عبر دولة الرئيس عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة البحرين المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ملكه والوفد المرافق من كرم الضيافة والحفاوة. ودعا دولة رئيس وزراء باكستان جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية باكستان الإسلامية في الوقت المناسب للطرفين، وقد تم الترحيب بهذه الدعوة الكريمة وتلبيتها في المستقبل بعون الله.